أهلا بحضراتكم. معانا نكمل أخبارنا بانتخاب المرشح المصري دكتور محمود محي الدين مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي وعضو بمجلس إدارة الصندوق كممثل عن مصر ومجموعة الدول العربية. وجه محمود محي الدين الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مصر لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري بموجب ذلك، وأكد أن عمله سيستمر لمساندة الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياستها المالية والنقدية في ظل تطورات اقتصادية وسياسية عالمية تستوجب التنسيق ودفع جهود الإصلاح للسيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. دكتور أحمد حنفي الباحث والمحلل الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، مساء الخير. هل نستطيع، بلاش نستطيع خليها بالعامية، هل نقدر نعتبر أن انتخاب دكتور محمود محي الدين لهذا المنصب ده انتصار لمصر في تقريب مزيد من تقريب وجهات النظر، درايته الكاملة كمصري بالسياسات المصرية النقدية، مناصبه الفائتة ممكن تساعده، ايه التصور يعني؟ هو طبعا ده حضرتك في المقام الاول والاخير في مثل هذه المناصب الأممية تعزيز دور مصر ودخولها في مثل هذه المناصب ده ما بيعتبرش انتصار، ده بيبقى قمة الانتصار أمام العالم كله أن مصر فيها ريادة لمثل هذه المناصب الأممية، فضلا عن دورنا في إقناع الآخر في على كافة الموائد المفاوضات الأممية كلها. ده بيبرز أمام العالم كله أن المفاوض المصري سيظل مقاتل، جند مقاتل على ما اكتنزوا وما يعني امتلكوا وما ينفعش يفرط فيه. طبعا ده منصبنا ومن زمان. الدكتور محمود محي الدين طبعا ده أممي من الطراز الأول، كمسك البنك، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة قبل كده، ودلوقتي عمله كمبعوث للأمم المتحدة، مبعوث عام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة. المنصب ده منصب مش قليل ومش سهل. المنصب ده خلينا نخش في عمق الموضوع مباشرة ونقول ماذا ستكسب الدول العربية ومصر بالموافقة أو بانتخاب الدكتور محمود محي الدين ممثلا عنهم في صندوق النقد الدولي. هو عادة حضرتك بيتم استخدامه في المساعي الحميدة سواء إذا كانت سرا أو علنا، بيستفيد بدوة من خلال استقلاليته والحيادية والنزاهة اللي بيتمتع بيها هذا المنصب، وده اللي بيحدده وبيحدد هويته. واعتقد ان الدكتور محمود او اي منصب او اي مدير عام في هذه الوظيفه الموكل اليها بيعلن شكل وملامح الصوره اللي هيمشي عليها في الفتره المقبله. اعتقد ان الدكتور محي اكد انه دوره في الفترة بشكل واضح وصريح أني هيساند من خلال السياسات المالية والنقدية في تطوير اقتصاديات الدول في ظل المواجهات العالمية اللي تتحدى بها الدول العربية شكل الاقتصاد على مسعاه. يعني الراجل قال احنا هنشتغل على ملف المناخ، وده ملف مهم جدا، وخصوصا ان احنا داخلين على قمه المناخ اللي هنستضيفها في مطلع شهر الحالي او في التوقيت الراهن، بالاضافه الى ان المساعي بتتزامن مع جهود السياسات النقديه اللي بتقوم بيها كافه البنوك العربيه تزامنا مع كبح جماح التضخم اللي بيتم دلوقتي. المساله في الاول وفي الاخر حضرتك هي مسألة تمويلية من الدرجة الأولى، خلينا نتكلم بالبلدي كده. مسألة إيه؟ مسألة تمويلية. تمويلية، ما عشان كده أنا بسأل حضرتك، يعني هل أنجزت خلاص كل الاتفاقيات اللي مطلوبة مع صندوق النقد للحصول على القرض؟ هل الدكتور محمود هيساعد في تفاوض الدول العربية معا وتفاوضها من جهة
مع الصندوق لتحسين أحوال بالذات التضخم اللي موجود في المنطقة، الفقر الغذائي، الفقر المائي. جندي مقاتل ولازم يعمل كده باقتدار وبعنوة، يعني اقتدارا وعنوة لازم يكون متواجد في وسط أمام يعني أمام كل الموائد التي تتقدم إلى صندوق النقد الدولي لفرض احتياجاتها على هذا الصندوق وما تحصل عليه من امتيازات من القروض التي يقرضها هذا الصندوق. لابد أن يوجد لهذا الرجل مكانته كمحاربا أمام هذه الدول لإقناع حقوق لإقناع الصندوق بحقوق ومكتسبات هذه الدول في السيطرة على ومواجهة المخاطر الاقتصادية التي تواجهها في أرض. بشكرك جدا يا فندم، بشكرك جدا دكتور أحمد حنفي الباحث والمحلل الاقتصادي، وضحت وجهة النظر. بنبارك لمصر، بنبارك للدكتور محمود محي الدين، ونتمنى بالفعل أن نرى يعني ثمارا لهذا الترشيح وهذا الانتخاب في تسهيل يعني قدرات الدول العربية في السيطرة على التضخم. التضخم طبعا جزء مهم جدا منه ارتفاع الأسعار، وعشان كده كان في بيان برلماني النهاردة عاجل تقدمت به النائبة مها عبد الناصر للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات الزيادة وغياب الرقابة، وأكدت أن خطورة عدم وضع حد له طبعا دي يعني بتتمثل في احتمالية انتشار أكبر للسرقة والفردية ومخاطر حدوث الاضطرابات الأمنية والفوضى، وطلبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير اللي بيشوبها الفوضى، وإعادة مراجعة تخصصات مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع ما يتناسب مع المتغيرات الآنية. معالي النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ هل حضرتك شايفة انه مفروض يكون فيه مزيد من اجراءات الحماية الاجتماعية؟ البعض يرى انه 300 جنيه الاخيرة هي عبارة عن 10 جنيه في اليوم، وده لا يقف ابدا امام الزيادات المستعرة للاسعار، والبعض يرى انه يعني طب هنعمل ايه، ده اقصى ما يمكن الاستطاعة. بص حضرتك، طبعا انا شايفه انه يعني مع الاحترام الشديد للحكومه وللمبادره، بس 300 جنيه زي ما حضرتك قلت هي يعني لا تمثل اي شيء في ظل الزياده الرهيبه اللي حصلت، بالاضافه ان هم 300 جنيه دول، طيب دول موظفين حكومه، طيب بالنسبه لبقيه الناس وبالنسبه للي بياخدوا معاشات تكافل وكرامه، فعليا لا احنا عندنا ازمه كبيره والاسعار بتزيد بشكل جنوني. انا وده الجزء اللي انا يعني عايزه اتكلم عليه في البيان العاجل. انا شايفه انه الحقيقه ما فيش اي رقابه على الاسواق باي صوره. ما يا فندم بيقول لك انه احنا في تجاره حره وما نقدرش نعمل تسعير وما نقدرش نعمل تسعيره جبريه، ما حدش عارف الكلام ده مدى يعني امكانيه الخروج منه ايه. بص حضرتك، هو يعني في الاخر في دايما بيبقى حاجه اسمها السعر العادل لاي شيء. ايوه، وفي اعتى الدول الراسماليه في دايما سعر عادل. صحيح. وفي ضغط بيتعمل سواء ضغط شعبي او ضغط من الحكومه. أيوة. وانا هنا بطالب بتفعيل الرقابه الشعبيه برضو. طب انتوا خصصوا لنا ارقام خطوط ساخنه، خدوا كذا كرسي من اي كول سنتر محترم. احنا بقى عندنا دلوقتي يا فندم الشبكة الوطنية الموحدة. جميل، يعني ندخلها بقى في الموضوع ده وندي فرصة للناس تبلغ عن ما تواجه من أسعار كل واحد بيعمل بدماغه. بالظبط، تحددوا لنا أرقام تليفونات الناس تبلغ عليها، ويتم ضبط الأسواق بهذه الطريقة. الناس اللي بتخزن بضائع، لا كل ده ما فيش حاجة اسمها، وانشروا لنا الأسعار العادلة زي ما حضرتك تفضلتي. يعني هو قول لي إن ده السعر العادل، خليني انا بقى لما الاقي ان هو الناس ما بتسعرش بالسعر دوت ابلغ عنهم واقطعهم. صحيح، يعني اعمل حاجتين، بس انا مش عارفه ايه السعر المضبوط. صحيح صحيح، يعني انا ممكن لو عندي سعر لقطعه مثلا زي ده، اقول مثلا ده 8 جنيه ونص، 2 جنيه، 5 جنيه، انا لما الاقيه ب 5 جنيه ونص بسيطه اشوف ان انا اقدر ولا ادور موجود في حته تانية ب 5 جنيه، لكن لما الاقيهوش
ب 10 جنيه وانا مجبر اشتريه. بالظبط، وما لاقيش وما يبقاش فيه زي اتفاق ضمني بين مثلا التجار في 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 سلعه معينه. أيوة. ان احنا هنعطش السوق ونغلي السعر. أيوة. لا ده يعني الحقيقه اللي بيدفع ثمنه المواطن، والدوله صحيح. لازم تكون في ظهر المواطن، لان هو في الاخر معلش هي دي سياسات حكومه اللي ادت بينا للوضع اللي احنا فيه ده، فهو ما ينفعش يتنطلهم مسؤوليتهم دلوقتي ويسيبوا الناس ويقول لك لا خلاص انتوا اتصرفوا ودي تجاره حره. لا مش ما ينفعش. انا بشكرك جدا يا معالي النائبه واستاذنك هنتابع معاكي الرد على هذا البيان والخطوات الفاعله اللي اتخذت بناء عليه. تمام، شكرا يا فندم. شكرا لسعادتك يا فندم معالي النائبه مها عبد الناصر عضو مجلس النواب. والحقيقه انه فعلا بدون التحديد لانشطه معينه بيتقال لنا علنا كده، بيصحوا الصبح يتكلموا مع بعض يقرروا السعر النهارده ايه. لا في دوله ولا في مواطن بيهاتي وحد سائل فيه، عشان برضو ايه يعني انا في جالي اتصال من يومين حد بيقول لي حضرتك اشتريت كذا عندك اي مشكله؟ قلت لها لا يعني حضرتك المشكله اكبر منك، المشكله احنا بنصيرها في التلفزيون بقى، مساله بقى ان كل مجموعه كده يعملوا اسعار بمزاجهم كده ويقول لك اصل هنعمل ايه؟ تجاره حره، اخبط راسك في الحيط. اروح مع حضراتكم لاحتفاليه جميله بمناسبه مرور 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون، وقلت لحضراتكم قبل كده يسعدني جدا انا وزاره السياحه والاثار في الثلاث اربع اعوام الماضيه اصبحت تستثمر كل مناسبه واي مناسبه ربما يعني ما هياش صاحبه الدوي الاكبر، لا نجيبها ونعمل عليها احتفاليه ونروج من خلالها للسياحه والاثار المصري. وزاره السياحه والاثار بالاشتراك مع الجهات المعنيه بالاقصر تنظم احتفاليه كبرى بمناسبه مرور 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون بالاقصر على يد عالم الاثار البريطاني هوارد كارتر، بحضور مجموعه كبيره من الشخصيات العامه والوزراء وهيئة تنشيط السياحة بالأقصر وعدد كبير من البعثات الأثرية العاملة بالأقصر. تنطلق الاحتفالية الموسيقية في صباح يوم الجمعة المقبل 4 نوفمبر 2022. بيشرفني وجود الأثري الكبير أستاذ علي رضا مدير منطقة وادي الملوك الأثرية بغرب الأقصر والتي تحوي مقبرة توت عنخ أمون. كل سنة وحضرتك طيب وشكراً، ويعني سعداء بان احنا بنتلكك على مزيد من الاحتفاليات والترويج لاثارنا وسياحتنا. انا اللي بتشكر لحضرتك ولمشاهدين حضرتك والاسلوب المتميز اللي انت بتتميز بيه والله يا استاذ ايهاب، شرف ليا وكل 100 سنه وانتم طيبين ومصر بخير يا رب. العفو. مقبره توت عنخ امون استاذ علي يعني الحقيقة العالم يعني يحصل من وراء كنوزها أكثر بكثير مما تحصل مصر، لأن مجموعة توت عنخ آمون دي بنشوفها في ألمانيا، بنشوفها في باريس، بنشوفها في بريطانيا بموافقات بالاتفاق مع الدولة، شيء مبهر بتجيب لهم مليارات من العملات بتاعتهم. يعني خليني أعرف منك كده متى نستطيع نحن أن نكسب منها ما يجب أن يكون؟ والله حضرتك زي ما قلت إن إحنا بره بيكسبوا، بس إحنا برضو هنا في مصر بالحمد لله برضو بنروج لتوت عنخ آمون كويس اليومين دول، وإن شاء الله يا رب في كده معارض. وأحب أطمن حضرتك أطمن مشاهدينك إن وزارة الآثار وزارة السياحة والآثار بتاخد أشد الضمانات، أشد الضمانات، لازم نحط تحتها 100 خط على القطع الأثرية بتسافر في المعارض. تمام يا فندم، ما هو ما حصلش ومش هيحصل إن حاجة تتسرق ولا تستبدل، لكن إحنا بنتكلم على إنك بتحط المجموعة دي كمان في برواز له دعاية وسمعة عالمية، بتحطها في المتروبوليتن، بتحطها في اللوفر، بتحطها في المعارض والمتاحف الأكثر شهرة في العالم. أنت يعني حضرتك كمصري او احنا كوزاره في ناس كتير ما تقدرش تيجي مصر، اي ظروف شغل، ظروف مرض، فانت بتوفر له امكانيه ان هو يشوف زي ما احد علماء الاثار كتب في كتاب
ان اجمل واعلى واقيم كنز بشري عصر عملته ايه البشريه في العالم لا يضاهى توت عنخ امون وكنوزه طبعا لا يضاهى. فهو انت بتوفر له حضرتك ليه؟ لان احنا تراث مصر مش ملكنا احنا كمصريين، ده ملك للعالم كله. احنا ما نقدرش نحجر ان احنا يعني لا، احنا ممكن نطلع حاجه نوريها للناس بره. أيوة. بس في برضو في حاجات ما بتطلعش، ممنوع انها تطلع. ايوه، لكن هل نقدر نطالب الدوله بانها تزيد من الارقام اللي بتاخدها في مقابل هذه المعارض مثلا؟ هل نقول ان المتحف المصري الكبير ان شاء الله افتتاحه في 23 هيفرق معانا في اننا نعرض كنوزنا بارقى وسائل العرض والامان العالميه فتحقق اقبال اكبر على السياحه الثقافيه؟ والله حضرتك انا بستغل الفرصه برضو وبنوجه الشكر لمعالي الوزير دكتور احمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الامين العام. انا مش عايز اقسم ولا احلف ولا كلام، بس والله الناس دي بتعمل اقصى ما بيسعى انها تحصل على اكبر دخل لمصر عن طريق المعارض. المتحف الكبير استاذ ايهاب، المتحف الكبير ده حاجه لا يمكن تخيلها، سيناريو عرض، سهوله زياره، تسهيل خدمات، حاجه يعني هقول لحضرتك حاجة، أنت زي ما بتقول إيه مثلا، أنا رايح أشتري لبس، لا طب أنا هشتري من فرنسا، لا أنا بنوع بقى، بجيب كل الإمكانيات اللي في المتاحف كلها وبحطها في المتحف الكبير. المتحف الكبير ده هيتميز عن متاحف العالم كلها، إن شاء الله يا رب افتتاحه قريبا هيبقى حدث عالمي هيرج العالم كله. طيب خليني أسألك سؤال محرج شوية. حين تم اختيار الوزير الحالي للسياحة والأثار يعني صار جدل حول يعني ان هو من خارج المنظومة الأثرية والسياحية، وقيل انه لا، معالي الوزير الجديد يستطيع ان يحقق ما لا يحققه الأثريون والسياحيون، وهو فكرة التسويق، وده اشد ما نحتاج اليه في مصر في الفترة الحالية. عايز أعرف تعليقك على ده. أنا هقول لحضرتك حاجة. اتفضل. دكتور أحمد عيسى وزير الآثار راجل استثماري. أي. هو الدولة، فكر الدولة دلوقتي في الاستثمار. أي. هيتكلم بصراحة، الحكومة عايزة استثمار، أوكي. راجل سيادة الوزير راجل استثماري. أي. مخوف استثمار. لازم دي رؤية دولة. دي رؤية دولة إن هو يحط على رأس المنظومة، ومنظومة مهمة جدا، منظومة السياحة والآثار، تمام؟ لازم كان يعني الفترة دي متطلبة شخصية زي معالي الدكتور أحمد عيسى، وفي نفس الوقت كمان إحنا بنرسل كل التحية لمعالي الدكتور أحمد عيسى، لكن برضو في نفس الوقت وجود مساعدين، وده نظام معمول بيه في العالم كله، وجود مساعد أول للسياحة ومساعد أول للآثار، أعتقد إنها أيادي مشجعة جدا ودافعة لوصول لأفضل شكل للقرار، ولا إيه رأيك؟ لا أنا معاك، أنا معاك يا أستاذ إيهاب. دكتور أحمد عيسى دماغ أو راجل استثماري. أيوة. كويس؟ طيب مين بقى يعني يتولى الآثار؟ أيوة. لرجال الآثار. بالظبط. دكتور مصطفى وزيري هو يتولى ايه؟ الاثار. ايوه. انت هتعرض عليا بس، لكن بشؤن الاثار الداخلي انت ايه يا دكتور مصطفى؟ اتولى انت. أيه. الحق. أيه. تمام؟ لكن الفكر الاستثماري جاي بيه الدكتور احمد عيسى بينفذه. وبدا فيه فعلا. تمام. بدا فعلا. احنا حضرتك دلوقتي الحمد لله طبعا، وانا بحب من خلال برنامجك برضو اوجه الشكر للدكتور خالد العناني الوزير السابق. طبعا احنا عندنا المناطق الاثريه كلها ما فيش حاجه اسمها لمؤاخذه يعني جرارات او حاجه طفائف او حاجات غير صديقه للبيئه، كل دلوقتي طاقه شمسيه وحاجات عظيم، شيء عظيم صديقه للبيئه. نقل السياحه او السياح من مناطق معينه لمناطق الزياره ما فيش، ما بنشوفش دخان، ما بنشوفش، ما بنسمعش صوت،
ما فيش حاجة تلوث للبيئة الحمد لله. أنا بشكرك جدا جدا أستاذ علي رضا على وجود حضرتك معايا. أستاذ علي مدير منطقة وادي الملوك الأثرية غرب الأقصر اللي بتحوي مقبرة توت عنخ آمون اللي طلعت كنوز أبهرت العالم بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة، مش أي حاجة بنقول عليها أبهرت، لا ما تتخيلوش قناع توت عنخ آمون ده عامل إيه، عامل قلق في العالم. ما تتخيلوش الأكسسوارات والأشياء المصنوعة من الذهب الخالص والتابوت، لا يعني إحنا بنتكلم عن شيء يمثل يوم لا ينسى في حياة أي سائح سواء جه مصر أو شافه في متحف من متاحف العالم. نخرج فاصل إعلاني ونرجع تاني نكمل أخبارنا مع حضراتكم.